بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، مرحبا بكم، اهلا وسهلا مع فضاء فاطمه السوسيه. كنتمنى تكونوا دائما في الصحه والهنا والسعاده وفرح البال. مرحبا بكم مع فيديو جديد وصفه جديده. كنتمنى ما تنساونيش من اللايكات ومن التعليق ديالكم الجميله. متابعيني من داخل الوطن وخارج الوطن، كنشكر الجميع، كنشكركم كلكم على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، وكندعي معكم دائما وكنجيب لكم دائما الجديد وفوق اللي غينفعكم ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم حاجه سهله وبسيطه ولكن مهمه بزاف ومفيده لنا ولكم وللجميع. هذه الوصفه هذه هي الشاي المغربي اللي معروف، حنا الشاي المغربي معروف عندنا دائما، ما كيخطاناش الشاي المغربي. ولكن دابا غادي نصوبو بالعشوب لان هذا الوقت الجسم كيحتاج للعشوب، شي حاجه اللي كتقوي المناعه ديالو. هذا الوقت اللي كيكون الجو كيتقلب، مره الصهد مره البرد مره العجاج، مره كيكون الجو متلوث، خصنا نقويو المناعه ديالنا ونقويو الاجسام ديالنا بالعشوب والحوايج اللي غادي ينفعونا وغيقوينا وغيحميونا من الفيروسات ومن الميكروبات وحتى من الحساسيه. الناس اللي عندهم الحساسيه راه مزيانه لهم هاد الوصفه، كتمنع عليهم الحساسيه اللي كتجيهم الحساسيه مع هاد الجو ومع هاد الفصل. هاد الوصفه مزيانه بزاف، مزيانه لكل شيء، ما فيها حتى شي حاجه اللي كتضر، فيها كلها منافع للذات وسهله وبسيطه. اذا على بركه الله، عندنا في الوصفه عندنا هنا الزعتر، هذا الزعتر ديالنا ديال سوس، الزعتر بلدي كيكون بحال هكا، كتكون كيكونوا اوراق ديالو رقاق. هذا راه منقي في غير هاد العواد، هذا رقاق ماشي مشكل، هو راه ما فيه لا تراب لا والو، منقي. هو هذا الزعتر ديالنا البلدي اصلي ديال سوس. وعندي هنا اوراق الليمون اللي فايت وريتهم لكم، اللي درت فيهم واحد الوصفه، لان اوراق الليمون هذه هي الوقيته ديالو اللي كيخرج لك داك المندارين، كيكونوا فيه هاد الاوراق، هذه هي الوقيته ديالهم اللي كيعطيو نتائج مهمه بزاف الا تناولهم فوقسهم. هما مزيانين على طول العام، الناس كيبسوهم وكيخليهم عندهم على طول العام، كيديروهم وكيدخلوهم في العشوب. اذا عندنا هنا الزعتر، عندنا اوراق الليمون، عندنا اتاي حبوب اللي معروف عندنا، وعندنا الزعفران الحور. ها هو بقى عندي غير هاد شويه، خاصني غادي نمشي تاني ان شاء الله البلاد باش نجيب الزعفران الحور. بقى عندي غير هاد شويه هذا، ولكن كثير غندير منه غير واحد شويه صافي. وشويه ديال السكر، اللي ما فيه السكر كيحلي بشويه ديال السكر، واللي فيه السكر من احسن ما يديرش السكر، باش لان هاد الوصفه راه كتهبط السكر، كتنزل السكر في الدم، ومزيانه بزاف هاد الوصفه هذه لسحاب السكر، ومزيانه لكل شيء. راه صحاب السكر ولا اللي ما عندهمش، راه مزيانه كتهبط داك الكوليسترون وكتهبط دوك الزيوت اللي كيكونوا في الجسم، داك الشحمه ودوك، المهم كتنقي الذات. هذه الوصفه هذه كتنقي الذات من جميع الشوائب. اذا على بركه الله، كنهزوا هذا الشاي المغربي ديالنا اللي هو اتاي، كندير واحد ثلاثة ديال المعلقات الصغار. هذا تاي شعرة دغيا، هذا أتاي من نوع ممتاز شعرة، كنديرو ثلاثة ديال المعلقات الصغار، كنديرو معلقة ديال الزعتر، كنديرو أوراق الليمون اللي هما نقيتهم وغسلتهم، هاهما كندير القياس ديالك. انا كنفضل دائما كندير بالسنه النبويه صلى الله عليه وسلم. درت هاد الثلاثه هادو من نوع جيد، ما فيهم حتى حاجه، ونقيين ومغسولين وكبار، كندير ثلاثه، كنجيب المطايب كيف كنديروا الاتاي ديالنا عادي، كنخليو هكا كنشدو واحد دقيقه حتى شويه كيتوصل مزيان، وكنشل هو خليتها واحد دقيقه هكا باش كيطلق وكيتغسل مزيان، كنشلو. كنشلو هكايا، ثم كنزيد كنعمر فيه الماء،
ما كنديه كنديه فوق البوطه باش كنغلي. كنديرو فوق البوطه باش كيتشحر لينا مزيان. هذا تاي هذا كنشحرو، كتعرفوا تاي المغربي راه كيتشحر باش كيطلق مزيان وكيعطي واحد المذاق زوين. اذا غادي نخليوه يتشحر مزيان فوق البوطه. البراد ديالنا من بعد ما تشحر مزيان كندير فيه انا الطوبه ديال السكر، كما قلت لكم اللي عنده السكر ما يديروش، واللي بغى يدير حتى العسل، حتى العسل الحر كنحليو به هذا اتاي، هذا كيجي غزال وكيجي مفيد بزاف الا درتي ليه العسل الحر. ثم كنهزو شويه ديال الزعفران الحر حتى كنشحر اتاي مزيان، عاد كنزيد فيه شويه ديال الزعفران الحر غير شويه. انا دائما كندير غير كميه قليله مضبوطه، ما كنكثرش، انا الوصفات ما كنكثرش منهم، كندير داكشي بكميه قليله ومضبوطه باش كتعطي النتيجه مهمه وما كتضرناش، ما يمكنش تضرنا حيت هي بكميه مضبوطه وقليله. دائما كنصحهم ما تبقاوش تهزوا الوصفات بالحفنات، هزوهم بالمقياس وبالغرام باش الوصفة كتعطي النتيجة مهمة وما عمرها تضركم الوصفة الا هزيتوها بكمية قليلة، عمرها ما تضركم ابدا. اذا هذا هو اتاي ديالنا. مازال غادي نخليه يطلق مازال واحد شوية، دابا يلا هضرت ليه الزعفران خصني نخليه يطلق مازال واحد شوية. إذن البنات هذا هو البراد ديالنا من بعد ما شحرناه وخليناه شويه باش كيطلق. هذا هو الشاي المغربي برزتو، كيجي رائع ورائع بزاف صدقوني، الا جربتوه هذا تاي راه غيعجبكم، راه تبقاو تصوبوه دائما وغادي ينفعكم وكينشط حتى الدوره الدمويه. انا بالنسبه لي عندي شويه الدوره الدمويه ناقصه، كينشط لي الدوره الدمويه وكيسخن يدات اكثريه هكا ملي كيجي وقت البرد، ملي كيدخل البرد كينشط لي اليدات ديالي كتولي سخونه وكنعس مزيان. جوديه خلي المهم هذا هو الفيديو ديالنا يا البنات، الدريه فقط ليا من النعاس. هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه ان شاء الله، راها غزاله بزاف الا جربتوها غادي تشكروني. ما تنساونيش من الدعوات ديالكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ما تنساونيش من الدعم ديالكم باش دائما نجيب لكم الجديد اللي ينفعكم ان شاء الله. وغادي نقول لكم الى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.